بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور طارق عمر، أستاذ طب الأطفال والأمراض العصبية في الأطفال كلية جامعة اسكندرية. يسعدني إن أنا أتكلم معاكم النهارده عن حاجة شائعة جدا في فصولنا ومدارسنا لدى الأطفال، وخاصة في المرحلة الابتدائية، اللي هي ما يسمى بالـ ADHD أو اضطراب الانتباه وفرط الحركة. الاضطراب ده شائع جدا جدا في أطفال المدارس، يعني تقريبا لو تخيلنا في كل فصل من طفلين لخمس أطفال عندهم هذا الاضطراب. وفي بعض المحافل العلميه ما بتعتبرهوش مرض يستحق علاج، وان هو له نظام دوائي او ما شابه، بتعتبره نوع من اسلوب معيشه او شكل الشخصيه كده. الولاد اللي عندهم اضطراب الانتباه وفرط الحركه في السن بتاع سن المدرسه ده بيبقى لهم علامات محدده. اولا شرط اساسي ان تكون الاندفاعيه وفرط الحركه اللي عندهم أكبر من المعدل الطبيعي أو المعدل اللي موصوف في سن الولاد اللي في سنهم. الحاجة الثانية إن ممكن يكون عندهم مصاحب بتشتت في الانتباه أو قصر في مدى الانتباه. لازم هذه المواصفات تكون بقالها فترة ما تقلش عن 6 شهور، ولازم بتكون بتحصل في أكتر مكان، يعني نلاقيها في البيت ونلاقيها في المدرسة ونلاقيها في النادي ونلاقيها في المول في السوبر ماركت، عشان نقدر ندي التشخيص الصح. وطبعا السن لازم يكون سن أقل من 12 سنة. طيب ايه مواصفات فرط الحركة والاندفاعية؟ طبعا فرط الحركة والاندفاعية الولاد اللي بيبقى عندهم هذه المشكلة مش بالضروري ان لما بيدخل العيادة بيبان عليه هذا الكلام، لانه هو جاي العيادة مكان جديد، ممكن يكون عارف ان هو محطوط تحت الميكروسكوب، محطوط تحت الانظار، فممكن جدا ما يتصرفش. لو فضل في العيادة فترة شوية، فضل مثلا ربع ساعة تلت ساعة، بتبتدي تظهر بقى فرط الحركة والاندفاعية عنده. فبالتالي ابص الاقي ان هو مش مستقر في مكانه، بيتحرك كتير، بيمد ايديه على حاجات مش بتاعته، ما بيقدرش يلعب بلعبة لفترة طويلة. لو اتكلمنا على الفصل هلاقي ان هو شاغل نفسه بزمايله اللي حواليه، واقف على طول في اثناء الحصه، ممكن بيشاغب في اثناء الحصه بحيث انه بيعطلها كتير، وبالتالي بيتعرض للعقاب كتير، وكتير جدا جدا بنلاقيه خارج بره الفصل بانجد، معاقب، لان هو بيبوظ الحصه دي. الجزء المتعلق بالاندفاعيه وفرط الحركه ممكن جدا الموضوع يبقى اكبر من كده بكتير، انه ما يقدرش يكون اصدقاء، ما يقدرش يكون صحاب، بيتخانق معاهم باستمرار، بيجي بيشتكي على طول، ما حدش بيحبني، ما حدش راضي يصاحبني. في بعض الولاد مشاكلهم بتبقى اكبر من كده بكتير، انه بيبقى خايل اهله، ما بيقدرش يخليهم ان هم يقدروا يستقروا في مكان، ما يقدروش يروحوا يعملوا شوبينج، يشتروا حاجات من محل من سوبر ماركت، شاغلهم انا عايز دي وعايز دي وهات دي. التشتت بالمنظر ده بيبقى صعب على الاهل ان هم يتحملوه. الجزء المتعلق بتشتت الانتباه او قصر مدى الانتباه بيبان اكتر في الجزء المتعلق بالدراسه، يعني انا مش هلاقيه مشتت وهو بيتفرج على التلفزيون او بيلعب على الكمبيوتر، لكن هو هيبقى مشتت لو هو بيكتب واجب او بيقرا في كتبه او في كراسته. ما يقدرش يقعد لمده ثواني، مش هنقول ثواني، خلينا ما يقدرش يقعد لمده 10 دقائق ربع ساعه الا لما يقوم يقف وغير مستقر في مكانه ويتحرك ويروح وهكذا. هذه المواصفات لازم تظهر في اكتر من مكان زي ما اتفقنا عشان نقدر نشخصها، لازم يبقى لها فتره طويله، وعاده بتبقى ظاهره في سن المدرسه. زي ما اتفقنا احنا قلنا عليه اضطراب، ما قلناش عليه مرض، لان ملوش دلاله عضويه، ما فيش اشعاعات ولا تحاليل بتشخص هذا الكلام. التشخيص بيعتمد على العلامات اللي احنا ذكرناها.